أنت لا تريد إدراج كل شيء. عندك خلق، تجزئة عمل، مدير المشروع عنده اختيار لجعل المهام يغطي عرض النشاطات المختلفة أو لتطوير مهمة واحدة مع تفصيل أكثر بكثير. نصيحتنا أن تركز على العرض كتضمين مجموعة شاملة من النشاطات المهمة. العمق سيتابع لإسهاب تقديم أو ما يمكن أن يترك إلى إبداع أعضاء فريق المشروع الآخرين. في الحقيقة يدخل عمقا أكثر من اللازم في تخطيط المشروع، ليس فقط متبعة لكن ذلك نتيجة عكسية أيضا بينما تأخذ مبادرات أعضاء المشروع المختلفين. هو سهل لعدة مهام بمستواها، كمثال شراء تدريب مادة معدودة بينما لا يمكن شراء الثانية. العدد قبل أن كل نقطة تشير إلى سلسلة العقدة في المستوى المطابق، يعني بأن المستوى في المستوى الأول وهو الحرف A نبدأ بالعقدة الأولى، الثانية يعني بأن مستوى 2 نبدأ بالعقدة الأولى أيضا، ومن هنا نبدأ بالنقطة الثانية والمتجزئة إلى النقطة الثانية وهي D ثم حرف E. نحتاج لتوضيح بعض الأخطاء المشتركة في التعريف واستعمال توقف العمل. أي هدف ليس مهمة أو نشط الأهداف نموذجيا مع البداية أو النهاية، هدفنا قد لزيادة الوصول لاهتمام أو تخفيض أخطاء الدواء، ولكن هذه ليست النشاطات التي نحن يجب أن نشتغل في إنجاز هذه الهدف. أي مهمة ليست عملية فهناك التحسين الممتاز المستمر لعملياتنا، الخطة، نعمل على إدراج الفعل والمراقبة ومجموعة المهام ضمن هذه العملية. أي تجزئة عمل ليس قائم شامل من العمل، ليس كل مهام تتضمن مستوى التفاصيل يحدد الذي ضروري للمهمة العمل والذي ليس له ضروري، وهو بمعنى تجزئة عمل للتصنيف في مجال المشروع. أي تجزئة عمل ليست تسجيل زمني أو تحليل توقف العمل يؤدي إلى جداول وتواريخ أحداث النشاطات. كذلك ليست لهيكلة التنظيم، أي تجزئة عمل ليست تركيب منظمة، وهو لا يوضح علاقة رسمية بين المشرفين والأتباع. كذلك أي تجزئة عمل لا يجب أن تكون مجددة في أغلب الأحيان ما لم يكن هناك تغيير في مجال العمل والإجراءات لإدارة التغيير في مجال مثالي. تجزئة العمل الجيدة فهي تعمل لتسهيل الفهم للتطابق مع الوصف الوظيفي، أن لا تكون مفصلة جدا، المحافظة على العلاقات الأكثر أهمية بين المهام لا يضيف إلى طول المشروع. فكر جيدا خلال تجزئة هيكلة العمل.